صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب، هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة C Sharp، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform.asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة محدثة دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه أو لو عايز تشوفه أجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي إلا وإنت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون أقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com، وتدخل على انضم إلينا، وتدخل على إنشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 600 من كورس سي شارب داتابيز بارت. بفضل الله عاوزين نعمل يعني جملة بس من غير استعلام، جملة يعني insert update delete، اي جملة من غير ايه استعلام بس باستخدام الادابتر. هخليك توفر سطرين من المتوفر. يعني بس تخيل معايا كده، احنا الاول كنا بنكتب جملنا بطريقة، وبعد كده وفرنا. انا بقى هخليك توفر اكتر من التوفير ده، بس ركز معايا دلوقتي. طبعا معادنا مع الاكسس، كنترول مع شيفت مع او، وهنفتح البرنامج اللي بنجرب عليه على الاكسس. كونكت اكسس اهو، ماشي تمام. وهنروح على الفورم ديزاين بتاعنا، وهاخد نسخة من اي زرار كوبي وبيست، وهنا هسميه مثلا ايه run with adapter. انا هنفذ بالايه بالادابتر، خلاص run with adapter. وتعالى نسميه هنا btn run with adapter، ماشي. وهدوس دبل كليك على رن وذ ايه ادابتر. بص، احنا في الاول كنا بنعمل ايه، بنعمل كونكشن، وبعد كده بندي للكونكشن الكونكشن سترينج، وبعد كده بنعمل كوماند، وبعد كده بندي للكوماند الكونكشن، وبعد كده بندي للكوماند الكوماند تكست، وبعد كده بنفتح الكونكشن، وبعد كده بننفذ الامر، وبعد كده بنقفل الكونكشن. دول كام سطر كده؟ عديت معايا كده 8 اسطر. اكتب كده معايا اهو، عندنا ايه في البدايه كانوا ايه 8 ايه 8 سطور، خلاص 8 سطور. بعد كده اتعلمنا التوفير في الكود، باختصار وفرنا، بقينا نعمل الكونكشن ونديله الكونكشن سترينج في التعريف، بقى كده سطر واحد. وبعد كده بقينا نعمل الكوماند ونديله الكوماند تكست والكونكشن في التعريف، ادي سطر تاني، خلاص. بعد كده بنعمل
اوبن للكونكشن، بعد كده بنعمل تنفيذ للامر، بعد كده بنعمل كلوز للكونكشن. يبقى كده كام سطر؟ ايوه اختصرنا بقى ايه بقى، خمس ايه، خمس سطور. يعني اصلا الخمس سطور دول يعتبروا مختصرين، يعتبر ان احنا اختصرنا على نفسنا فيهم، صح؟ انا بقى خليك دلوقتي تنفذ بطريقة معينة، تمام؟ بفضل الله ممكن ما تلاقيهاش، لان ايه، انا رتبتها لك بفضل الله وحده، يعني رتبتها لك قبل ايه، قبل ما اشرحها لك، وهي ان احنا هخليك تنفذ باختصار، يعني هنجز لك القصة، تمام؟ حتى لو انت دخلت على الانترنت وبحثت في الاكواد ممكن ما تلاقيش الكود اللي انا هشرحه لك ده، لاني بعمله اصلا بحيلة على الادابتر، بعمله بحيلة، تمام؟ بستخدمه بحيلة، اللي هو انت ايه، لو دخلت هتلاقي في الادابتر في حاجة اسمها انسرت كوماند وديليت كوماند وابديت كوماند ومش عارف ايه، واخد بالك؟ فانت هتلاقي اللي بيشرح لك بيشرح لك بطريقة منظمة على الانترنت، او بيديك كود منظم فبيخليك تعمل حاجات تانية واسطر تانية، انا بقى هخليك تعمل بطريقة تانية خالص، تمام؟ تعال نشوف مع بعض، هنوفر كمان من الخمس اسطر المتوفرين اصلا. وصلت الفكره معاك؟ تعال نشوف مع بعض بفضل الله كده. طبعا في البدايه انا كده طبعا شغال على اكسس، ففي البدايه هعرف، او قبل ما اعرف انا محتاج الكونكشن سترنج بتاع الاكسس. خلي الملف ده دايما معايا كده واشرح لكم منه. ادي ايه ده الكونكشن سترنج بتاع الاكسس بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، خطه كابي خلاص، وتعالى هنا نحطه ايه بيست لما نعرف الايه الادابتر. ادي هعرف من الاولي دي بي داتا داتا ادابتر، هعرف ادابتر خلاص، وده بيساوي نيو من الاولي دي بي داتا ادابتر خلاص كده. وهديله هنا جمله، اي جمله بقى، انسرت ابديت ديليت سيلكت، اديله اللي انت عايزه، فاهمني؟ بس انا هنا هركز معاك على ايه، هركز معاك على الجمل اللي بدون استعلام، اللي هي ايه، اللي هي الانسرت والابديت والديليت والكرييت والدروب والالتر و و و و، يعني حط هنا اي جمله انت عايزها. انا هحط له مثلا ايه كاختبار سريع كده، هقول له انسرت انتو الدبت سريعا فاليوز، خد مثلا قسم رقم 77 كوما اسمه مثلا تيست، تيست بنجرب بيه بس مش اكتر، تيست خلاص بس كده. وهاجي هنا اعمل كوما وهدي له الكونكشن سترنج اللي انا خدته قبل من شويه، وادي ايه سيمي كولوم. هنا لو انت ندهت على الادابتر وقلت له دوت، انت الطبيعي عايز تعمل انسرت، في عندك حاجه اسمها انسرت كوماند، بس الانسرت كوماند ده لو جيت تشتغل بيه هتلاقيه اصلا مش واخد حاجه، يعني انت لازم تعمل له كوماند وتعمل له كونكشن وتظبط بالكونكشن وتظبط. لا انا بقى هخليك تعمل حركه تانية خالص بفضل الله ممكن ما تخطرش على بالك. ايه هي بقى؟ بص اسال نفسك كده، الادابتر ابن اللذينه ده مخبي فين دي ودي؟ مخبي فين دول؟ الكوماند اللي خده والكونكشن السترنج اللي خده، حطه في انهي كونكشن ومخبيهم فين؟ هقول لك انا بقى، مخبيهم وحاططهم في الايه، في السيلكت كوماند، لان هو ده اللي انت بتفل بيه، مش انت لما كنا عملنا فل قبل كده هو ده خلاص. يعني السيلكت كوماند ده كده خد بالك، ده كوماند خد بالك، بص روح المسه كده، روح المسه، بص بيقول لك ده ايه، ده اوريدي بيه كوماند جاهز للشغل، هيبقى واخد الكونكشن وواخد كل حاجه ومتظبط، فاهمني؟ انا بقى هنده عليه وهنده على الكونكشن بتاعه جاهز بقى، ما انا مش عايز اوجع دماغ، عايز اختصر، عايز ايه اختصر، فهنده على الكونكشن بتاعه وهقول له اوبن وقوسين فاضيين وسيمي كولون خلاص. بعد كده انده تاني ادابتر دوت نفس الكوماند اللي واخد الامر وواخد الكونكشن بتاعي، واقول له دوت عادي خالص اكسكيوت نون كويري وقوسين فاضيين وسيمي كولون بس كده خلاص. كده الكود ده خليناه كام سطر؟ خليناه 3 سطور. هتقول لي طب انت ما عملتش كلوز، براحتك اعمل كلوز، بس انت لو سبته كده واشتغلت كده كده لما هتقفل البرنامج هيعمل ايه؟ هيعمل كلوز لوحده خلاص. يعني انت كده كده مستوى شغلك اصلا على البرنامج، انت ممكن تعمل الحركه دي، انت ممكن تشتغل بادابتر واحد وتعمل الحركه دي في اول فتح البرنامج بس، وتعمل الكلوز في اخر اغلاق البرنامج بس، فاهمني؟
يعني مش هنقعد بقى ايه نركز قوي، لان كده كده شغلك انا دلوقتي بواعيك او بفضل الله بظبط لك المواضيع، لكن انت شغلك على مستوى البرنامج هيبقى مختلف، تفكيرك على مستوى البرنامج ككل هيبقى مختلف. خلاص بس، وهوريك دلوقتي هو كده كده هيقفل الداتابيز، فاهمني؟ يعني هيعمل اوبن وهيفضل فاتحها، بعد ما ينفذ الامر هيفضل فاتحها طول ما البرنامج شغال. اول ما البرنامج يتقفل هتلاقي الكونكشن اتقفل لوحده. ماشي. طيب تعال نجرب كده مع بعض، تعال ايه نجرب الكلام ده اهو، خلينا ثلاث سطور يعني اختصرنا من المختصر. جرب كده معايا، بس قبل ما نجرب افتح لي المشروع بتاعنا انا هنبص عليه. افتح المشروع بن ديبج دي الداتابيز 2 اهي. خلاص افتح البرنامج بتاعك ونجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل. هو في النهايه كله كوماند، سيلكت من انسرت، ما هو كله كوماند في الاخر، كله اوريدي بي كوماند، فاهمني؟ طيب افتح الداتابيس كده، بص على الدبت اهو من 1 ل 10، مفيش حاجه تاني. خلاص اقفل الداتابيس. ماشي، تعالى بقى ايه، هات لي ده كده على جنب، ايوه، وهات البرنامج كده على جنب، وهدوس ران وذ ادابتر وهستنى. خلاص خلص، مش هستنى. خلاص خلص، ما خدش وقت بفضل الله. ماشي كده الكونكشن مفتوح اهو، ركز الكونكشن مفتوح. بص انا اول ما هقفل البرنامج، ها قفلت البرنامج، الكونكشن اتقفل. خلاص خدت بالك؟ الكونكشن اتقفل، ده اللي عايز اوصله لك. افتح بقى كده وشوف، افتح الدبت اهو، ضافه بفضل الله. يبقى انت كده عملت جمله غير السلكت باستخدام الادابتر بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.